ليه بالزعيق بس مش اسماعيل؟ بالزعيق طيب بس، ماشي. بس علشان في تعتيم امني وانت لا ما انا بتحاول هفهمك، توصله ان انا الدنيا هفهمك بس. عامله زي التعتيم انا ما فهمك. يبقاش انا فهمك. يبقى اعلامي. لا مؤاخذه خدت اعلامي اللواء اعلامي يعني اهو اسمه. مش انت بتتكلمي على مصر كلها، مصر كلها كان شباب زي الفل. انا عايز اطمنك. امتى؟ مصر كلها امتى؟ مصر يوم 25 يناير فبراير ولا يناير؟ يناير كان شباب زي الفل. طب يبقى ايه المشكله؟ المشكله بقى روحي اتفرجي على السويس حصل فيها ايه؟ اتفرجي على عسكري امن مركزي مات. اتفرجي على كام ضابط اتصاب. مين اللي ابتدى؟ اي لا لما انت لما انا لا 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 ثواني أيوة. مش خصوم انت بتموتي صحيح. مش خصوم لما انت بتموتي واحد طيب فيها. طيب عشان انت بس هتعمل رد فعلك خلينا لما تجاوبني على سؤالي. هي طيب اسماء هو بيقول لك جاوبيني على يعني ايه الهدف النهائي من نزول الناس لك؟ البدايه البدايه في المطالب إيه؟ الهدف ماشي إيه؟ في المطالب قبل يوم 25 باسبوع. انا قلت لك قبل كده كانت ابتدت باقاله العدل. بعد كده ابتدينا عايزين نعيش حريه اقاله اللواء حبيب العدل. خلينا نحفظ للناس اللواء حبيب العدل. بعد كده الموضوع وصل احسن وزير داخليه بس عايزه تقليل ليه الراجل ده عشان عمل امن جوه البلد. فين الامن؟ فين عشان عمل امن جوه البلد. فين الأمن؟ طيب خلينا نتجاوز ده. انت بتتكلم النهارده اهو المطالب المطالب الثانيه المطالب عيش حريه كرامه انسانيه. عايزين الانتخابات مجلس الشعب ده يحل تماما ويتعاد انتخابات تبقى نزيهه عشان كل الانتخابات تمت بالبلطجه. ومين اللي قال لك يا بنت انه كانش نزيهه؟ الموبايلات والصور اتفضحت وكنا هناك وكنا نازلين كنا عاملين مراقبين جوه الانتخابات كنا بنضرب بالنار. الناس كانت بتضرب بالنار والتزوير كان عيني عينك. كم واحده من مجموعتك اصيبت بالنار؟ كتير جدا. اصيبوا كتير. فين؟ بطل قناري؟ طيب اتفضل اتفضل. انا بعد اذنكم عايز اولا انا بحيي اسماء. معقوله؟ بحيي اسماء وبحيي زملائها وبعتبر ان ده بشاره لجيل جديد في مصر يعني يتميز بالوعي والشجاعه والقدره على الحركه والعطاء والانجاز. وانا شايف انه امل مصر هو هذا الجيل. علينا ان نحافظ عليه وان نحميه وان نقدم له كل فرص الحياه مش بالكلام ولا الادعاءات ولا الخطب العصماء وانا بضم صوتي لصوتك كمان انما بالعمل الحقيقي. هذا الجيل جيل واعي ويملك كل ادوات التطور والتقدم بمصر ووضعها في مصاف الدول العظمى اذا اتيح لي فرص حقيقيه لممارسه دور في هذه الحياه. النقطه الثانيه انه هذا الجيل بمبادرته دي وجه رساله الى العالم كله ان الشعب المصري لازال حيا وان الشعب المصري بيقاوم وانه مصر بتطلب الديمقراطيه والحريه. واذكر في هذا السياق ان رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف في يوم من الايام قال الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطيه. صح ولا لا يا استاذ وائل؟ صح. الان الشعب المصري بمبادره هذا الشباب العظيم اثبت ان هو يستحق الديمقراطيه بال 100,000 اللي نزلوا هم مؤهل للديمقراطيه. يوم الجمعه يعني اكثر نعم من مليون. نعم مليون مؤهل للديمقراطيه. نعم يعني انت رجل تتكلم بضمير الامه وتقول ان الشعب المصري هو شعب مثقف كله مثقف ومؤهل للديمقراطيه. مثقف كله. المواطن اللي انت بتقول على حضرتك انه جاهل ده قد يفهم اكثر. انا ما قلتش ان هو جاهل. الشعب المصري بعد اذنك الشعب المصري مؤهل للحرية وللديمقراطية وللثقة فيه. هو الناس كان عندها النية تمام. ابتديت ألف على الناس واحد واحد بصوت عالي يا جماعة احنا النهاردة بيتين. لو مشينا النهاردة وهي دي كانت الحرب اللي ما بيننا وما بين الامن. يعني مش الامن كمان اللي هم بيحركوا الامن. ان احنا لو احنا بيتنا لحد الصبح كان الموظفين هيضموا علينا كلهم وخلاص كانت الدنيا يعني مطالبنا كلها كانت هتتنفس. كنا سيطرنا على الوضع. والحكومه كانت عارفه ده. فضلت الف على الناس يا جماعه احنا بيتين. قالوا لي بيتين. سيطرنا على الوضع يعني سيطرنا على الوضع يعني خلاص يعني مصر كلها بقت في الشارع. مش ماشيين. عايزين حقنا. عايزين ارضنا. عايزين بلدنا عشان البلد دي بقالها 30 سنه. طيب الموظفون سيلتحمون مع المتظاهرين وهنا هيحصل نوع من المطالب هتزيد يعني. وفي النهايه هي مطالب سلميه الناس بتطلبها بشكل سلمي. اي ما هو دي مش تمنيات. دي ما املي عليهم في الخفاء دون ان يدروا. مين اللي وترتب على هذا انهم عاشوا في وهم
وهذا الوهم هو الذي سيقودهم الى عاقبه وحشه جدا بالنسبه لهم وبالنسبه للوطن. وانا اربع بالشباب وبالمواطن المصري ان يخرج غدا، لانه سيواجه أخوته وأبناءه وعمامه من رجال الشرطة الذين سيؤدوا رسالتهم السامية، رسالة الأمن والأمان. أما ما ذكرته الابنة العزيزة أسماء محفوظ فهي بدأت بداية طيبة واستمرت في بدايتها الطيبة، ولم تكن مؤهلة سياسيا وثقافيا لمثل هذا، إلا أنها ارتأت من خلال اطلاعها على النت وعلى الفيسبوك وعلى 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 الحاجات دي وعلى ما يقال وما ينشر، فأصبحت تبحث عن دور. الدور اللي بحثت عنه وصلته وأصبحت في الفضائيات أسماء محفوظ. نحترمها ونجل لها وسنلتقي بها يوما في منصب كويس في مصر. طب بس توضح كلام حضرتك، يعني موجهين لمين؟ لو موجهين من جهات خارجية، الجهات الخارجية دي بتوجه الحكومة المصرية وهي بنتي العزيزة، بنتي العزيزة، بنتي العزيزة، بنتي العزيزة، الحكومة المصرية الشريفة. الحكومة لو تقدر تمنع الناس تمشي في الشارع كانت طبعا. يا سيادة اللواء انت معاك قاضي الجلاد، ما انت قاعد بتتكلم بحريات وعمال بتتكلم بديمقراطية، لو سمحت يا استاذ، وعمال تغلط في الكبير وفي الصغير، بعد ايه حضرتك؟ ومحدش اعتقلك يعني بعد ما لا اعتقلنا واتسحلنا في الشوارع. انت مش عارف وشك احمر ومحلو، لان سيادتك انت مش عارف، انت مش عارف تاريخ بلدك. انا واخده شظايه في رجلي يوم 25، ألف سلامة، لوحدي بنت، ماشيين قاعدين ستات وأطفال، نساء وشباب وشابات، بس برضه هيجيلك إرسال حتى بعد الطلقات دي. لا لا لو سمحت حضرتك، أصل أنت بتستخف بتعيط، كل واحد هنا واقف هنا وراه تاريخ، لازم طب حضرتك فاهم كده، مفيش حد جه من الفضاء، أنتوا اللي مش فاهمين الناس دي إيه. لما اعتقلوا تهديدات، أنا أهلي كلهم جالهم تهديدات، ويا ريتك تعرفني. طيب. أنا أقول أستاذ عيد، بس خلينا يبدو أنه أحداث تونس كانت عاملا مؤثرا، يعني لا نستطيع أن نعزل ذلك عن أنه في مجموعة من الشباب. نحن مصر ولسنا تونس. خلينا نكمل السؤال. تونس كان فيها كبت، تونس كان فيها عدم رأي وعدم حرية وعدم كلام، وإحنا اللي عندنا. تونس كان فيها فقر، تونس ما كانش فيها اقتصاد بيتقدم. مصر لها مؤسساتها، لها رجالها، لها ناسها المخلصين، لها وطنيتها. أنا مش بتكلم عشان أنا نائب، أنا بتكلم مواطن مصري، بحترم الشباب وبحترم صوتهم، لكن لا، مصر ما فيهاش لا فيها قله راي. حريه الراي مش بالكلام، يعني مش عشان انا كده بتكلم دي بقت حريه راي. حريه راي ان انتوا تسمعونا، حريه راي ان انتوا تحاولوا ان انتوا تتناقشوا مع الناس وتنفذوا. بس انا عايز اسال سؤال، عشان يعني الحكومه دايما بتقول ان هو دخلها قليل والدخل على قد اللي رايح واللي جاي. الايراد قناه السويس بيروح فين؟ وتحت بند ايه؟ تحت بند ايه؟ لا لا حضرتك اللي تقول لي، لا اسمعيني بس، حضرتك اللي تقول لي. انا عايز اقول لك 4 مليار دولار كل سنه زياده الاعداد في هذه المظاهرات تحديدا. هل كان احد اسبابها انها جاءت بعد احداث تونس؟ مش احد اسبابها، احنا كنا فاقدين الامل. انزل الشارع قبل احداث تونس، اتكلم مع الناس، اللي هم اتكلموا ساكتين ليه؟ يقول لك هنعمل ايه لو نزلنا؟ هيعتقلونا. القوة طب يعني بين يوم وليلة ده اتغير؟ لما شافوا تونس اللي حصل، عرفوا ان القوة فيهم هم، كل واحد عرف ان انا لو نزلت النهاردة قوتي. طيب. فيا يبقى نزول الناس الى الشارع يبدو ان هو اللي بيغير. يا ساتلو، يبدو ان مفيش وسيلة تانية للتغيير. يا سيد الفاضل، تونس بخلاف مصر، وما حدث في تونس قصة كلنا عارفينها كرجال أعلام وكناس بنعمل في الحقل السياسي في مصر، فوضع مختلف تماما. مصر العظيمة، مصر ذات 6 مليون، 86 مليون، مصر صاحبة الحضارات من 7000 سنة وأكثر، اللي ضيعها الحكومة هي ديت. ما يؤثرش فيها في حقبة من الزمن جار ولا واحد عربي حصل عنده ما حدث. الرئيس التونسي ليس حسني مبارك. أنا بدعو مصلحتك أولا الشباب لحلم حقيقي، حلم نعيشه كلنا، نعيشوا كلنا مصريين. خلاص الناس بطلت مش هتاكل من الكلام ده. لا 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 لا، انا ما بقولش كلام، لا انا بدعو الشباب
لحلم حقيقي نعيشه كلنا، اللي هو نتحول كلنا اقتصاديا، نتحول كلنا نشوف مصلحه بلدنا فين. في حاجه اسمها الحريه برضه، مش حاجه معلش الفلوس اللي بتتنهب دي. طب احنا الشباب نقدر ناخد حقنا من الفلوس دي ازاي؟ ابن ادم المصري موجود بقاله 7000 سنه بيصنع نفسه بكرامته، بيصنع نفسه بكرامته، لما يبقى كرامته حره خليته كرامته. طيب اتوجه اليكم جميعا بالشكر. في كل الاحوال ما حدث يوم الثلاثاء 25 يناير يحتاج منا الى المزيد من التحليل العميق بعيدا عن الاتهامات الجاهزه والمعلبة التي توجه دائما إلى المتظاهرين. نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله.